بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج وقفات مع آيات الصيام، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحي الله فضيلته وشكر له. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في الآية 85 بعد 100 في سورة البقرة، والتي بدأتم التعليق حولها وعليها في الحلقات الماضية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا لا شك يعني في أن ذلك بيان لليسر العظيم في ما شرع الله عز وجل من القضاء في شهر رمضان للمريض والمسافر وغيرهم من أصحاب الأعذار. هل المراد بالتيسير في مسألة الإمهال هنا للقضاء، أم أنها عامة في شرع الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الرخصة للمريض والمسافر والذي يطوق الصيام لكبر أو مرض مزمن، لما ذكر الله الرخص لهؤلاء في أن يفطروا وأن يقضوا من أيام أخر أو يقدموا الفدية إذا كانوا لا يستطيعون القضاء، قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة إرادة شرعية، لأن إرادة الله على نوعين: إرادة كونية لا بد من وقوعها، وإرادة شرعية مثل هذه الآية: يريد الله بكم اليسر، مثل قوله: والله يريد أن يتوب عليكم، وغيرها من الآيات الدالة على الإرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر، واليسر معناه التيسير وعدم الحرج، كما قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذا الدين ولله الحمد دين السماحة ودين السهولة، يتماشى مع أحوال الناس ولا يضيق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، فهو دين سمح سهل. ولكن ليس معنى ذلك أن نستغل هذه السماحة وهذا التيسير فنتساهل في أوامر الله ونواهيه ونرتكب المعاصي كما يفعل بعض المغرورين، ويقول الدين سهل، يضيع الواجبات ويرتكب المحرمات ويقول الدين سهل والدين يسر. نقول: نعم، الدين سهل ودين وفيه يسر، لكن في أحكامه مع أداء الأحكام وأداء الواجبات وتجنب المحرمات، لأن الله جعل رخصا في أحوال الضرورة، ولا يزاد على هذه الرخص ولا يتعدى حدودها. فالدين معناه أنه سهل مع التزامه والعمل به بحسب الاستطاعة، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتساهل في أمر الدين وأمر المحرمات ويقول الدين يسر. ولا يريد بكم العسر، والمراد بالعسر المشقة وتكليف ما لا يطاق، فإن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج وسهل عليها أمور دينها، وذلك من أجل أن يلتزم المسلم بدينه في كل الأحوال، في حالة اليسر وفي حالة العسر. وإذا احتاج إلى الرخصة الشرعية فإنه يستعملها في حدودها، ويعوض عن الصيام عن رخصة الإفطار
في رمضان يعوض عنه بصيام أيام أخرى. هذا هو اليسر، هذا هو اليسر، حيث لم يكلفه الله الصيام في الأيام التي يشق عليه الصيام فيها سبب هذه الأعذار، وإنما أباح له الإفطار ورخص له به، ثم طلب منه وأوجب عليه أن يصوم أياما أخرى بدلها. هذا هو التيسير، حيث أنظره الله سبحانه وتعالى وأعطاه المهلة إلى اليسر، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهكذا في الدين كله ولله الحمد، دين السهولة لكن مع الالتزام ومع أداء واجبات الله واجتناب محرماته في جميع الأحوال والظروف. المسلم لا يتخلى عن دينه أبدا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد أعقبت التيسير بقضاء المسافر والمريض وأن له أن يصومها في عدة أيام أخر، ألا يشير هذا إلى فضيلة الإفطار حال المرض وحال السفر؟ هذا يفيد أن الله جل وعلا يحب من عبده الإفطار في حالة العذر من مرض أو سفر، لأن هذا يوافق إرادة الله الشرعية. الله يحب أن يفطر المسافر والمريض وأن يقضي من أيام أخر، لأن هذا أسهل عليه. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فلا شك أن قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أنه يدل على أن الإفطار في حالة السفر وفي حالة المرض أفضل من الصيام. والآية عامة، الآية لفظها عام في الصيام وفي غيره، وأن كل هذا الدين يريد الله به اليسر على عباده ولا يريد بهم العسر، وهو ما يشق عليهم أو لا يستطيعونه. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولتكملوا العدة، فضيلة الشيخ، هذا تعليل للأمر بالقضاء. أي أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالقضاء من أيام أخر من أجل أن تكملوا العدة، أي عدة رمضان. فهذا القضاء يجبر الأيام التي أفطرتموها من رمضان، فيتكامل شهر رمضان في حقكم، تكونون قد صمتم جميع أيام رمضان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، هنا المقصود كيفية التكبير هذا عند الإفطار من رمضان في ليلة العيد. نعم، في ليلة العيد وعند الخروج لصلاة العيد وعند انتظار صلاة العيد في المصلى، اشتغل المسلمون بالتكبير ويختمون شهر رمضان بالتكبير إذا رأوا هلال شوال إلى حين حضور الإمام لصلاة العيد، وهم يكبرون ويقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكررون ذلك، يختمون الشهر بتكبير الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليكم. الحكمة فضيلة الشيخ بالأمر بالتكبير بعد جملة من الفرائض، بعد الحج، بعد الصلاة هناك التسبيح والتحميد؟ لأن العبادات كلها لله، هي تعظيم لله، في هذا إظهار لتعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره بعد الفراغ من هذه العبادات، فيكون ختاماً لهذه العبادات. نعم، إذن لعله: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي شكراً لله عز وجل بهذا التكبير وبهذه على هذه الهداية. نعم، وعلى هذا التوفيق.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ختمت الآية بقول الله تعالى ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا تعليل آخر في تشريع الله عز وجل لأجل أن تشكروه على نعمه وتسهيله عليكم، وأنه لم يكلفكم حرجا في أوامره ونواهيه، بل إنه سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن أجل ذلك شرع لكم الفطر في رمضان إذا كان الصيام يشق عليكم من أجل سفر عارض أو سفر مستمر أو مرض عارض أو مرض مستمر، فالله جل وعلا أنعم عليكم بهذه النعمة، فيجب عليكم شكر هذه النعمة وهذا التيسير، حيث إنه شرع لكم ما يثيبكم عليه ويأجركم عليه، ومع هذا لم يكلفكم مشقة ولم يركبكم حرجا، وإنما هو تشريع مع تيسير، الحمد لله فلله الحمد، وحصول على ثواب من غير معنة ومشقة. نعم، اللهم لك الحمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وشكر لكم ونفع بما قلتم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وجعل ما بين في موازين حسناته، إنه سميع مجيب. بهذا نختم هذه الحلقة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، تقبلوا تحية زميلنا فهد العثمان الذي سجلها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.